السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين، يقول الله عز وجل في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. الآية 164 في سورة البقرة. نحن الليلة بصدد استخراج أحكام النون الساكنة والتنوين في هذه الآية، فإذا كانت النون الساكنة والتنوين تظهر عند الهمزة أو تظهر عند الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتدغم عند حروف كلمة يربلون، وتقلب عند الباء، وتخفى عند باقي الحروف، فما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى لقوم يعقلون؟ نتمنى لكم إجابات موفقة على قناتنا في اليوتيوب. ما عليكم إلا تفعيل جرس القناة والضغط على زر الإعجاب، وشاركونا الإجابات، والفائز بالإجابة سيكون محظوظا بجائزة مقدارها 30,000 ريال. إلى اللقاء.